بالنسبة لمشاكل الجامعة بشكل عام، هي مشكلة القاعات عندنا، حيث انه ممكن القاعات خلال الصيف تكون كثير حامية، وفي قاعات حتى ما بنلاقي فيها مراوح. المشارب الموجودة عندنا اكيد موجودة عندنا مشارب، بس هاي المشارب عددها كثير قليل. احدى المشارب اللي فيها ما بتعطي تبريد، فبالتالي احنا ما بترجع علينا ولا باي لا فائدة ولا باي شيء ثاني، لانها بتكون المية اللي فيها سخنة. لما تكون المية فيها سخنة انا حتى مجرد اني تغسيل ما بحتاجها. القاعات، مواقف سيارات اللي هي مواقف الجامعة، النشاطات اللي هي اللي بتقدمها الإدارة، اللي هي بدنا احنا إدارة الجامعة تكون متفقة مع شركات على أساس احنا نروح نتدرب عندها، وهيك أشياء. ما في مقاعد للبنات بالكفتية يقعدوا فيها، دائما للشباب، وإنه كمان ما في بكل المباني مكيفات، فلازم تتوفر إنه كل قاعة إنه فيه مكيف. مسبح خاص ومسبح بالمعايير الأولمبية يكون موجود في جامعة فلسطين تكوني خضور. ظلات لأنها الدنيا كتير حامية. التكييف والتبريد، القاعات غير مكيفة بشكل تام، فيها مراوح لكن المراوح لا تفي بالحاجة، يعني مثل هيك الصيف الجو صيف وحامي كثير، فالمراوح ما بتكفي، فالجامعة بحاجة لمكيفات إنهم يحطوا داخل القاعات. دوز.بي اس موقع يأخذك دوز دوري إلى الخبر والمعلومة.